حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. باع البنك المركزي العراقي أكثر من 210 ملايين دولار خلال مزاد بيع العملة وهي الأعلى منذ شهر، وبلغت المبيعات الكلية من الدولار 210 ملايين دولار و 253 ألف دولار، فيما بلغت الحوالات الخارجية 188 مليون و 893 ألف دولار، كما بلغت المبيعات النقدية 21 مليون و 360 ألف دولار. دعا خبراء ماليون ومصرفيون إلى العمل على تجاوز العقبات أمام تطوير الاقتصاد العراقي خلال عام 2024. وبحسب الخبراء فإن الاقتصاد العراقي يواجه جملة من التحديات، أبرزها أزمة انخفاض الدينار التي يجب إدارتها بشكل منطقي وسليم، والتعامل مع متطلبات البنك الفيدرالي الأمريكي، ومعالجة التعثر في عملية الحجز الإلكتروني للمسافرين، وفتح حسابات مصرفية لصغار التجار. أكد المتحدث باسم هيئة السياحة في كردستان العراق إبراهيم عبد المجيد وجود خطة لتطوير البنية التحتية للسياحة والاهتمام بالخدمات السياحية والتسويق السياحية. يأتي ذلك بعد تعمق الأزمة المالية في كردستان العراق وتعقد مسألة ملف النفط وتصديره وإشكالية السيطرة عليه من قبل أربيل أو بغداد، حيث يتوجه المعنيون في كردستان العراق للاستفادة من أكثر الأسلحة الاقتصادية التي يمتلكها والمتمثلة بالسياحة، والتي تدر عائدات تسد 16% من إيرادات المحافظات الشمالية. أفاد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق يحيى الإسحاق بأن حكومة السودان تحاول حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى. واعتبر رئيس الغرفة المشتركة هذه التطورات أمرا مؤقتا وغير جديد بالنسبة لإيران، مضيفا أن مستوردي البضائع من إيران يشترون الدولار من السوق الحرة ويستبدلونه عبر مكاتب الصيرفة والتي يبلغ فرق السعر فيها حوالي 20%، وهو ما يفاقم من المشاكل أمام التجار الإيرانيين على حد تعبيره. ارتفعت صادرات العراق إلى تركيا بشكل طفيف خلال عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، فيما انخفض الاستيراد من نفس الجهة بنسبة 9% خلال ذات المدة. وبحسب وكالة الإحصاء التركية فقد بلغت الواردات من بلادها إلى العراق في أول 11 شهرا من عام 2023 نحو 11 مليارا ونصف مليار دولار، بعدما كانت أكثر من 12 مليارا ونصف مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022. وأضافت الوكالة أن الميزان التجاري كان لصالح تركيا بنسبة 89% مقابل 11% فقط لصالح العراق، حيث استورد العراق 8 أضعاف ما صدره إلى تركيا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.